في العالمية. العالمية. نعم يعني وصف بها لنا فإنها اسم، أنها اسم علم. فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات. على الذات نعم. وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. نعم. وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو. أيوة يعني ما حد يقول لك الرحمن غير الرحيم غير الرزاق، لا كلها دلالة على ذات واحدة. نعم. وهو الله عز وجل. وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. أيها فالخالق غير الرازق غير الرزاق، كل واحدة لها معاني ولها. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله عز وجل. نعم. لكن للحي معنى خاص، وللسميع معنى خاص. نعم. وللبصير معنى خاص. فالحي يدل على صفة الحياة، والسميع يدل على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر، وهكذا. فهي بهذا الاعتبار متباينة لدلالة مختلفة يعني في معانيها. نعم. لدلالة كل اسم منها على معناه الخاص. نعم.